بصي في ايدك، هتقولي الصراحه الحلقه هتكون حلوه. ماشي، هتلفي وتدوري، ما تزعليش مني. لا لا، مفيش لف ودوران. مستعده؟ مستعده ان شاء الله. يلا بينا. يلا نبدا. يلا هنقول الحقيقه. اه يلا بينا. اول خبر، ايتن عامر: في رجاله بياخدوا اللي دفعوه طول فتره الجواز. البوست ده انت نزلتيه على موقع اكس، وده بعد انفصالك مش قبله. عندك الشجاعه تقولي كنت تقصدي ايه في البوست ده؟ اوعي تقولي لي ما كنتش بقصد حاجه. لا، كنت بقصد الرجاله اللي بياخدوا الفلوس اللي صرفوها على ستاتهم طول فتره الجواز، وده كان رد على بوست انا كنت قريته لست نشرت سكرين شوت بينها وبين جوزها او طليقها، يعني في محادثه انها كانت واقعه في ازمه كبيره جدا، وكانت محتاجه مبلغ معين لو ما كانش الدفع في الفتره دي او في المده دي كانت ممكن تتحبس. وطليقها ما ترددش الثانيه انه يبعت لها الفلوس، برغم انه ما فيش اي حاجه تربطهم ببعض حاليا. فقارنت بين البوست اللي انا قريته وبين الواقع اللي احنا بنعيشه والحالات اللي حوالينا، ولقيت ان فعلا زي ما في رجاله محترمه في رجاله مش محترمه. وانت عشتي شويه من الواقع ده؟ مش هقول لك نفسه عشان ما ما تزغيش. عشتي يعني بعض من هذا الواقع؟ انت تتوقعي ان انا ست مش محترمه؟ اعوذ بالله. انا لو ست قدامي ليه؟ انا لو ست مش محترمه ارد على سؤالك. ايه العلاقه؟ ما انت كاتبه الكلام ده في بوست. لا، كاتباه في بوست مش شرط يبقى يخصني، بس هو الناس عامه بقى لها فتره ايتن لو كحت. انت بتردي على ست تانية، معنى كده ان الست اللي قالت كده مش محترمه؟ لا عيب. لا، الست اللي تقول على جوزها حاجه وحشه بعد الانفصال تبقى ست مش محترمه. دول كان في ما بينهم عشره بينهم وبين بعض، فما ينفعش ابدا ان اللي جوه البيت يطلع للعلن، اللي بينهم بينهم. انت مش الست اللي رديتي عليها دي كانت ست متجوزه وكانت بتشتكي من اللي عمله جوزها؟ خالص، دي كانت بتمدح فيه ان هي وقعت في ازمه بعت لها الفلوس في لحظه، انهم منفصلين ونجدها في ازمتها. اه، طب انت بقى ليه رحتي راحه للعكس؟ علشان إيه، العكس دقتيه ولا ايه؟ لا، عشان العكس ده شفته حواليا. مش لازم اكون دقته بس شفته. طيب على العموم هي يا جماعه بتزوخ. بصي انا مش هخليكي تزوغي كتير. ماشي، خلي بالك.